this camp we have about 370 families with average of 5 people for each family. There is a big need for shelter and food that they lack now. And you can see that the tents are not good for winter and they are not having enough food. بعض الاوقات يعني الدم بركب لهم بالله الشهر 3 مرات. وبعض الاوقات ما حصل دم، اضطر اني اشتري شراء من الناس. العلاج غالي حقا. بعض الاوقات اني اشتري لهم الدم شراء بفلوس. اضطر اشتري لهم دم يعني بفلوس. وادخلهم المستشفى، والمستشفى هنا ما قصر. ماجد يعاني له مده طويله، لكن هذا يعني كثر المعاناه حقه من ايام الضرب الحروبات هذه، والثاني يعني تاثروا مع الضرب هذا يعني، علم الله وش اللي حصل فيهم. واخسر فيها وارجع، وان بعض الاوقات ابيع من داخل البيت على اساس اني اروح يوم عليه. التاثير الاقتصادي هو مؤثر علينا اشد حاجه. بيوت خربت، كانت تدمرت، عندي مكان مستودع كان للكهرباء والسباكه يعني تدمر من مره انتهى. اللي كنت املي فيه ان انا يعني ابني عيالي مستقبل الجاي انتهى.